تحيات تقدير واحترام لكل المناظر الإعلامية الحاضرة معايا اليوم. سعيدة جدا بحضوركم. أول حاجة فرحانة لأنكم حاضرين معايا ومنوريني، ورمضان كريم. واخا ما قلتهاش لكم في أول رمضان يعني ما تلاقيناش، ولكن اليوم فرصة. الله يديم عليكم الأفراح والسعادة إن شاء الله، ويفرحكم بأهلكم وباللي عزيز عليكم. شكرا لحضوركم معايا. الجديد الفني ديالي يعني عندي ثلاثة تقريبا ديال الأغاني. لأول مرة غتشوفوني بلون أمازيغي، وغتشوفوا سعيدة بواحد الطريقة جديدة، وكذلك أغنية مع الرائع محمد أمير والمخلوفي. غادي تشوفوني كذلك في أغنية حسانية شكل جديد سميتها تري بابا تري ما، ما غتفهموش فيها والو، ولكن حتى تشوفوا هذا اللي ما كان ليه حاجه غريبه، وغادي تعجبكم ان شاء الله باذن الله. لون جديد يعني لاول مره كندخل مقام الحجاز في اللهجه الحسانيه، وان شاء الله ربي يعطيها. هوي على زياني سير الجمال ديالك سير سير الجمال ديالك. انا مشكلتي في الطبيعه يمكن تجيكم زوينه، ولكن في التصاور كيظلموني يعني. لا ما كيظلموش الكاميرا، الله يحفظكم كاملين. والزين او الجمال ماشي غنقول ديك لغه الخطابه انه دائما هو جمال الروح، وهذا هو الجمال ينبع من القلب، اللي عندك في قلبك كينعكس على وجهك. هو يمكن اكثر من الجمال هو القبول ديال الله سبحانه وتعالى، والمحبه ديالكم اللي كتبيني عندكم. ولينا نشوفوا المغنيين والمشارك ديال المسلسلات الرمضانيه، واش ما تعرضش عليك؟ يلا اخوان بزاف، كنت غادي نكون في واحد المسلسل ولكن ما كتبتش بدون ذكر الاسم. شنو السبب؟ لانه كنت مشغوله، والحاجه كان عندي كنت في الاردن، فشفتوني كنت واحد الاسبوع تقريبا في الاردن، فهو الاسبوع اللي كانت كتسجل فيها الشاره ديال المسلسل. وبالعكس اللي سجلوا حتى هما رائعين، وبالعكس فرحانه بزاف بالانتاج الفني المغربي يعني الزخم في هذا رمضان الكريم. عفاكم خليكم خليو لا ليمير، الله يضوي عليكم يا رب. هو المسلسل اللي نال اعجابك في رمضان؟ وهو مسلسل بامتياز المكتوبه الرائعه والجميله صديقتي والحبيبه الله يحفظها وليده دنيا بوطازوت، وكذلك هند مجباره، ومشاركين كلهم، ومن ناجي ما شاء الله عليهم كلهم كانوا في المستوى. وانا بالعكس كنشيد بالمستوى الفني وخاصه الدراما المغربيه اللي كانت راقيه وفي المستوى، وماشيين تبارك الله اليوم في تطور. شنو الاحساس ديالك وانت تتواجدي في هذا الحفل؟ شنو رايك في الطرح ديال ياسين العمري؟ داعيه على حساب حاجه من المسلسل المكتوب اللي حاول انتقد المكتوب في الانستغرام شي حاجه بحال هكا. شنو رايك ديالك في هذا الهجوم؟ شوفي كل اناء بما فيه ينضح، هذا هو الاجابه. شنو الاحساس ديالك انت تتواجدي سعيده؟ سعيده شنو الاحساس ديالك انت تتواجدي في هذا الحفل الكبير اليوم؟ نعم. شنو الاحساس ديالك وانت تتواجدي اليوم في هذه الحفله؟ ليله للرواد كذلك غدا ان شاء الله غادي نكون في الرباط في ليله للرواد كذلك، وغادي نكون مكرمه في حفل اللي كيغيمونا بالفنانين بغياب الاستاذ عبد العالي الغاوي، غادي نكون ان شاء الله حاضره وفرحانه بحضوري كذلك. اليوم ليله الرواد يمكن هي منظمه من طرف شبيبه الاستقلاليه، ولكن اكثر من ذلك هو مجمع فني ولمه فنيه فيها يعني التحام السياسه بالفن بالصحافه بالاعلام، هذه كلها طاقات اللي كتمثل مغربنا الحبيب ومغربنا الحبيب. شكرا 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 وانا من هذا المنبر ديالكم الاستقلال ونقول لهم بسم الله عليكم، يعني يا ريت يكون الاعلام كلهم معاكم، لانهم كيفكروا وكيكرموا الهضره وتجيش انهم عطاوهم العمره كلهم. يلاه فين شي حد باخر عطينا شي حاجه، حنا بالهم كنتمنى بخير وعافيه. هكا الفنان ديالنا كبير هذوك الزهراء انتوما عايشين بيها. واحد في رمضان ما كاينش جديد، ولكن رمضان هو مدير الحفله. كل شيء رمضان اليوم عندك تستمر. اكيد
شكرا. ملي قالوا لي التكريم ريحت قلت اش غادي نقول لكم، وملي كنطلع قدامكم كندوق كنقول لكم شكرا للجمهور اللي دار عزيز داس، جمهور من بعد الله سبحانه وتعالى، كنقول لكم شكرا. وهذه ذكرى اللي ما غاتنساش ليا بصراحه، ف شكرا لكم.